اخيرا حول لكم منهج لطلب العلم. المنهج ده مقترح، ممكن في منهج تاني كويس برضو، مفيش مانع، ده شيء مقترح، مش هو نهاية العالم ولا هو ده الحاجة الوحيدة اللي لو أي خلافات حصلت معاها تبقى مشكلة. لا، هو منهج مقترح طلب العلم. هحاول إن أنا أركز فقط على المستوى الأول والتاني بس، لأن اللي عدى المستوى الأول والتاني هو لوحده هيبقى عارف هيعمل إيه بعد كده. لكن هي إشارات إلى الكتب المهمة في كل فرع من فروع العلم. ممكن أنت، أنا هقول بسرعة، ممكن ما تلحقش تكتب معايا، لو ما لحقتش تكتب معايا فالمادة دي هتنزل يعني على النت، ممكن تسمع آخر 10 دقايق من الإيه من الدرس، هتكتب بقى على مهلك الكتب ديت. انا اخترت كتب تعمدت ان هي تكون كتب متوفره سواء في المكتبات او على الاقل موجوده على النت PDFات، والشروحات سهله ومشهوره والناس كلها عارفاها، ولو انسان سال في الشرح ده بعد كده هيجد اغلب طلبه العلم بيطوف حوالين الكتب دي، فهو كتب سهله وميسره. لو جينا العقيده، اتكلمنا على المستوى الاول، يبقى كتاب ثلاثه الاصول. وانا دايما حاول دايما احاول اقول الشرح معاه، ثلاثه الاصول بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وده موجود على النت. كتاب اصول الايمان، اصول الايمان يعني، واحنا بنشرحه انتوا عارفين، فانا يعني لو انسان سمع الشرح اللي انا شرحته فهو شرح باذن الله تعالى مناسب للمستوى الاول وشرح جيد، وهو موجود على اليوتيوب. نعم. وكتاب 200 سؤال وجواب في العقيده، ده المستوى الاول. المستوى الثاني هيبتدي يدرس كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. كتاب التوحيد في شرح صوتي ليه جميل للشيخ اسمه خالد المصلح، شرح صوتي للشيخ خالد المصلح. وبعد كده يقرأ كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وهو مهم جدا في المرحلة الثانية. لو قلنا المرحلة الثالثة في عجالة، هيسمع شرح الواسطية للشيخ الإسلام تيمية لابن عثيمين، وبعد كده هيقرأ الفتوى الحموية والرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وساعتها سهل جدا هيعرف الشروح المناسبة لمستواه. بالنسبة للفقه في المستوى الأول، الفقه ليه طريقين. يعني لو هو مثلا عايز يرفع الجهل عن نفسه ويعرف الأحكام ويدرس دراسة عامة للفقه، في دراسة العامة وفي دراسة مذهبية، هو ياخد مذهب ويدرسه، يعني مذهب الشافعي المذهب الحنبلي. لو عايز مجرد انه يدرس الفقه مجموعة من الأحكام ويعرف بس ايه ما يصلح دينه ويعني يبقى رفع الجهل عن نفسه في قضية الايه الفقه، ممكن يدرس كتاب الفقه الميسر للدكتور او شرح الدكتور محمد اسماعيل المقدم. بعد كده ممكن يقرأ كتاب فقه السنة، وممكن بعد كده لو عايز يمشي في نفس المسار ده ويبقى متقدم في المسار دوت، يسمع شرح كتاب منار السبيل للدكتور احمد حطيبة. لا، انا عايز امشي اخد مذهب، هاخد المذهب الشافعي مثلا. لو هاخد المذهب الشافعي يبقى المستوى الاول هيسمع شرح متن ابي شجاع للشيخ خلف المطلق، وبعد كده يشرح متن عمدة السالك برضه للشيخ خلف المطلق. لو هو عايز يمشي في المسار الحنبلي هيسمع شرح كتاب متن اخصر المختصرات للدكتور علي باجابر محمد باجابر، وبعد كده يسمع شرح منار السبيل او شرح كتاب دليل الطالب للدكتور محمد باجابر. لو هيبدا في التفسير يبقى ينصح الاول يقرا التفسير الميسر اللي هو الهامش دوت، هامش المصحف تفسير ميسر. بعد ما يخلصه يقرا السعدي، تفسير السعدي او تفسير ايسر التفاسير للدكتور ابو بكر الجزائري، وبعد كده يقرا مختصر لابن كثير وينصح بكتاب المصباح المنير اختصار ابن كثير، وبعد كده يقرأ ابن كثير نفسه ويقرأ فتح القدير للشوكاني ويقرأ أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله. ومع التفسير يقرأ كتاب في أسباب النزول، وفي كتاب جميل في صحيح أسباب النزول اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة مقبل ابن هادي، مقبل ابن هادي. بعد كده في الحديث هيقرأ الأربعين النووية بشرح ابن عثيمين، ويقرأ رياض الصالحين بشرح ابن عثيمين، ويقرأ عمدة الأحكام، وبعد كده ينتقل إلى شرح إلى صحيح مسلم يقرأه، وبعد كده شرح صحيح مسلم للإمام النووي، وبعد كده يكمل في كتب السنة الستة المعروفة. لو هيبدأ في علوم القرآن هيبدأ بكتاب رسالة أصول التفسير، رسالة أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين بشرح ابن عثيمين، بعد كده يقرأ كتاب اسمه المحرر في علوم القرآن للدكتور مساعد الطيار. المستوى الثاني هيقرأ كتاب اسمه فصول في أصول التفسير للدكتور مساعد الطيار، وبعد كده يقرأ مقدمة
وصول التفسير لابن تيمية بشرح مساعد الطيار. دكتور مساعد الطيار يعني لازم الإنسان يشوف كل ما كتبه في علوم القرآن لأنه رائع جدا في علوم القرآن، فيقرأ في زي ما قلنا في النهاية مقدمة أصول التفسير اللي هي بتاعت ابن تيمية بس بشرح مساعد الطيار. لو يقرأ في السيرة يقرأ الأول كتاب روضة الأنوار، وبعد كده يقرأ الرحيق المختوم، وبعد كده يقرأ تهذيب سيرة ابن هشام، تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، وبعد كده يقرأ شرح الشمائل المحمدية للبدر. لو أدرت أصول الفقه فيبدأ الأول بشرح الورقات، كتاب اسمه الورقات، يسمع شرح لي، وبعد كده يقرأ كتاب الوجيز في أصول التشريع لمحمد حسن هيتو. لو مصطلح الحديث يبقى يبدأ بالبيقونية، هو الكتاب اسمه كده البيقونية، ويقرأ شرح الشيخ ابن عثيمين، وبعد كده يقرأ نزهة النظر شرح نخبة الفكر. لو هيقرأ في الأداب يقرأ كتاب اسمه جوامع الأداب للإمام القاسمي، وده هيلاقيه PDF على النت، جوامع الأداب للإمام القاسمي، ويقرأ مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي. لو بقى هينشغل بالنحو هيسمع شرح الأجرمية للشيخ ابن عثيمين، وبعد كده يخش في كتاب قطر الندى، قطر الندى يسمع له أحد الشروحات لي، هينتفع بإذن الله سبحانه وتعالى. فده يعني منهج مقترح للي عايز يطلب المستوى الأول مع المستوى الثاني، وبعد كده ربنا يفتح عليه ويعرف بعد كده مدارج الطلب في العلم بعد ذلك. ويعني ده كده حاولنا أن احنا نلم بعض النصائح مع منهج ميسر لطلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الدرس وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.